خطواتها الأولى نحو الاعتماد الأكاديمي عبر مراسلاتها مع هيئة الاعتماد الأمريكية للخدمات الطبية الطارئة، وحرصا منها على أن تكون البرامج التي تقدمها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، عملت على التقدم خطوات حثيثة نحو تطبيق برنامج توأمة مع إحدى الجامعات العالمية لتكتسب المزيد من التميز والتفرد والخبرة. فتقريبا الدورات هاي أو الاعترافات الدولية موجهة فقط حاليا لطلابنا في كلية الأمير سلطان، وتعتبر مدعمة للكريكنام أو للمنهاج للفني طب الطوارئ البكالوريوس. يخضع المتدربين للدورات هاي، وفي نهاية كل دورة يخضعون لامتحان معتمد من الاعترافات الدولية، وفي حال نجاحهم يستلموا شهادات رسمية معترف بها عالميا تدعمهم في حياتهم وتدعمهم في التخصص الفني طب الطوارئ.